السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. الأسبوع الماضي أو مو بالأسبوع الماضي، قبل تقريبا 10 أيام، رفعت فيديو بخصوص شكوى على شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية لشركة موبايل، ورفعت فيديو عن طريقة الشكوى، كيف تشتكي وكيف أنك تأخذ حقك منهم. فبعد كذا جاني رد وحبيت أنكم تطلعون عليه، بس خلوني أعطي فكرة للناس اللي ما عندها يعني خبر وش اللي صار. الفاتورة الجوال الأخيرة اللي جتني تقريبا فيها زيادة علي، يعني علي زي ما تقول فواتير أنا ما أو عمليات شراء أنا ما قمت فيها. هذه الفواتير تقريبا 1842، هذه شالت علي الآن بعد ما صعدت المشكلة. وانت لو صارت مشكلة زي كذا لازم انك تصعدها حتى انك تضمن حقك. وش سالفة هذه؟ أنا ما أدري وش سالفتها طبعا، لكن يوم جت الفاتورة عندي من موبايلي جت فيها 1842 ريال و4 عمليات شراء تمت في نفس اليوم، كل واحدة تقريبا 461 ريال. عمليات شراء لما بحثت فيها وشفتها لقيتها عمليات شراء على هواوي موبايل سيرفس، وأنا جوالي طبعا هواوي، جوالات كلها هواوي. فلما اتصلت على هواوي قال هواوي احنا ما ندري وش السالفة ولا ندري وش المشكلة، ارجع لشركة الاتصالات هي اللي حطتها. انتم فهمتوا شو القصة؟ انه الفاتورة تم عليها عمليات شراء ونزلت في الفاتورة، يعني موبايل هي تقبلت الفاتورة او تقبلت عملية الشراء وبعدين حولتها علي، قالت لي سدد هذه الفواتير عليها. فانا اتصلت على الموبايل، هذا الملخص يعني السالفة، اتصلت على موبايلي قالوا موبايل احنا ما ندري عن شيء، لا تكلمنا، ارجع الهواوي. فكل واحد نطلع على الثاني، قصي سنعكم عندي ان شاء الله. صعدت المشكله مثل اللي شاف الفيديو، وانا بحط لكم رابطه في الوصف اسفل الفيديو كيف تصعد مشكلتك اذا واجهت مشكله مع شركه اتصالات في السعوديه، سواء زين او اس تي سي او موبايل او فيرجن او اي شركه اتصالات تحت هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه، هذا المسمى الجديد اللي كانت في السابق هيئة الاتصالات تقنية المعلومات. صعدت المشكلة بعد ما رفعت شكوى، طبعا في آلية ذكرتها أنا بالفيديو، أنا ودي ترجعوا، ما ودي أطول على الفيديو بس أبغى أعطيكم وش اللي صار معي الآن بعد ما صعدت المشكلة. في آلية لازم تمشي عليها وتقول لك هيئة الاتصالات لازم تمشي على الآلية هذه قبل ما تصعد الشكوى، أنا مشيت على الآلية هذه وبعدين صعدت الشكوى، فكان ردهم زي ما أنتم شايفينه هنا. طبعا هذا الرد انا صراحه يعني ماني مستغرب، لان سبق اني صار معي مشكله قبل كذا مع زين، وايضا صعدت المشكله ويعني وبحط لكم رابطها اسفل الفيديو بعد، وصعدت المشكله وحكموا لصالحي. الحكم اللي صار لي الان انهم ازالوا علي 1842 ريال كانت غير مستحقه، غير وجه حق، وشالوها من الفاتوره علي. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حكمت لصالحي، يسمونها التسوية. وانت يعني لا تترك حقك، لو صار لك مشكلة وتعتقد انك مظلوم فيها لا تترك حقك. وانا متأكد ان شركات الاتصالات يعني عرفت الناس تبي تمشي على هالمنوال هذا راح تتقيد، يمكن يكون خطأ فني ما ادري، ما ظنتي مقصودة يعني، ولا يمثل شيء 1842 ريال شركة الاتصالات. فانت اذا حصل لك مشكلة زي هذه لا تخلي حقك، يعني صعد المشكلة مثل ما عملت أنا. النقطة الثانية بخصوص هذه، لازم تعتمد على يكون عندك شيء مسترد. أنا اعتمدت على في قضيتي أن العمليات هذه اللي تمت بغير علمي، ولم يصلني ما يسمى الـ OTP اللي هو رسائل التأكيد اللي تجيني على الجوال قبل دخولك البنك. لما تدخل البنك حسابك البنكي على الانترنت تدخل رقم الاسم المستخدم والباسورد، يجيك ما يسمى، هذه تسمى OTP. قلت لهم انها غير، لم تصلني ابدا. وحتى في جوالي لما ترجع سجل العمليات او اللي يسمونها الهيستوري بيرشيز ما في اي شيء، اذا العمليه ما لي اي علاقه فيها. هل اخترقت يعني انظمتهم؟ لا اعلم. هل تمت داخل الشركه؟ لا اعلم، لكن ليس لي علاقه فيها. وأنا أرفقت لهم هذا بالمرفقات، وهذا اللي لازم يعني يكون موقفك، ترفق إن ما يدعم موقفك حتى يحكمون لصالحك. وهذا اللي تم الحمد لله، وإن شاء الله علي 1842
ريال بغير وجه حق كانت تأخذها على شركة اتصالات موبايلي. في الأخير أتمنى ما حد يوقع في هالموقف هذا. صراحة مهي بسهلة يعني، 100-200 ممكن الواحد يقول يعني ما تسوى تعبها، بس إنها 1800 تمت عملية سراب بغير وجه حق، ظلم ظلم الواحد يعني. أظن موبايلي وغيرها ما هي بحاجتي، ويمكنها أنا بحسني يمكنها غير مقصودة، يمكن يكون خطأ فني، يمكن اختراق ما أدري، لكن تمت على حسابي بغير علمي ولا ما أقوم فيها. لذلك انتهيت أنا معه بهذا الشكل، أنه تم التسوية اللي فصل فيها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مثل ما أنتم شايفين على في الشاشة، وحكموا لصالحي والحمد لله على كل حال. هذا ما حبيت أنكم تشوفونه وأنكم تكونوا على اطلاع. أنا سبق أن سويت فيديو، هذا الفيديو الثاني الحاقي بالفيديو الأول، الجزء الأول اللي كان فيه تصعيد المشكلة عند هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. تحيات الجميع، أتمنى أن نكون قدمنا حاجة مفيدة لكم، وأراكم فيديوهات قادمة. مع السلامة.